السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديروا تقديم ديال محاور الدوره اللي غادي تكون ان شاء الله على المنتجات الرقميه. اذا بغيت اول حاجه غادي نوريكم في الفيديو، وهذا الفيديو اللي غادي تكون هي الاولى في الدوره، اذا غادي نشرح لكم شنو غادي يكون في الدوره، شنو غادي تشوف في هذا الفورماسيون. اول حاجه غادي تكون في هذا الفورماسيون هي تعريف ديال منصه اي باي، بمعنى شنو هي اي باي، شنو هما لي بلاتفورم اللي كاينين ديال اي باي، كيفاش غادي نخدموا في هذا اي باي. المهم غادي نشرح لكم اون جينيرال شنو هي المنصه وشنو هما المنصة مقسمة على شحال من ويب سايت. هذه أول حاجة. ثاني حاجة غادي نشوفوا الشرح ديال المنتجات الرقمية، شنو هما هاد المنتجات الرقمية، كيفاش نقدروا نجيبوهم مثلا، كيفاش نقدروا نلقاوهم، كيفاش نقدروا نليستيهم. غادي نشوفوا بزاف الحوايج، غادي نشرح لكم غير سطحي خاطر مازال إن شاء الله غادي نتعمقوا أكثر في الدورة، وغادي نشرحوا هذاك الشيء. كل حاجة غادي تشرح بفيديو ديالها ديتايي، وبطبيعة الحال غادي يكون إن شاء الله سيبور. إذا تالت حاجه هو البحث على المنتجات الرقميه المربحه، بمعنى كيفاش نديرو الماركت ريسيرش، كيفاش نديرو بحث السوق ديال المنتجات الرقميه. كاين بحث السوق ديال المنتجات الفيزيك اللي هي المنتجات الملموسه، وكاين بحث السوق ديال المنتجات ديجيتال، كيفاش نقلبوا هذه المنتجات ديجيتال، كيفاش نلقاو المنتجات ديجيتال المربحه، حيت هي فيها المنتجات اللي مربحه وفيها اللي كيجيبوا شويه ديال السيل، كل واحد كل كاتيجوري وفيها المنتجات ديالها. اذا حنا غادي نشوفوا شحال من كاتيجوري، وديك الساعه انت كيبقى لك الاختيار، وخاصك تعرف ان المنتجات مثلا، نعطيكم غير على سبيل المثال، المنتجات اللي كيكون فيها الربح بزاف كيكون فيها الريسك طالع، الريسك طالع بمعنى ان الكونت يقدر يمشي لك بزاف ديال الحوايج. هادشي غادي نشوفوه ديتاي. رابعا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نكرييو او لا انشاء حسابات اي باي اجنبيه عاليه الليميت، بمعنى كيفاش نصايبوا دي كونت اي باي اللي يكونوا طالعين في الليميت اللي هما باش غادي نبداو نخدموا. وان شاء الله غيكونوا هاد الحسابات نون سسبند، بمعنى ما غاديش بدون تقييد، اي ما غاديش يتسسبندوا او ما غاديش يتسدون من بعد لا كرياسيون ديالهم بطبيعه الحال. خامسا غادي نشوفوا كيفيه ادراج المنتجات الرقميه على اي باي، كيفاش غادي نقدروا نليسيو هاد لي برودوي، كيفاش نقدروا نحطوهم على المنصه ديال اي باي باش نبيعوهم. سادسا غادي نشوفوا كيفاش نتفاداو الفيرو وكيفاش نتفاداو الريبورت. وقبل ما غادي نشوفوا كيفاش نتفاداو الفيرو اولا الريبورت، غادي نشرحوهم بجوج. غنشرحوا شنو هو الفيرو باش تفهم شنو هو الفيرو وعلاش كيجي، حيت كل ما فهمنا البرانسيب حسن ما نحفظوه، الوغ كل ما فهمنا البرانسيب حنا غادي نبداو نلقاو حلول من بعد. اذا غادي نشرحوا شنو هو الفيرو وكيفاش نتفاداو، وغنشرحوا شنو هو الريبورت، وغادي نوريكم كيفاش كيدار هذا الريبورت وشنو هو هذا الريبورت. سابعا كيفاش غادي نصايبوا حساب باي بال اللي غادي يدخلوا ليه ان شاء الله الفلوس ديالنا، غادي نوريكم كيفاش غادي نصايبوه، كيفاش غادي تقاد الكونفيغوراسيون ديالو من الاول حتى الاخر. من بعد غادي نشرحوا شنو هما الادوات اللي كتسهل علينا عمليه بيع المنتجات الرقميه، شنو هما الادوات اللي كنستخدموهم باش نبيعو، حيت نورمالمون فاش كنكونوا كنبيعو ديجيتال برودكت كيكونوا المبيعات كثار، بمعنى اننا ما نقدرش كل كليان شرا عندنا نصيفطو ليه بوحدو، الوغ كاين ادوات اللي كيصيفطو اوتوماتيكيا هاد السوفت ويرز او هاد لي برودوي ديجيتال. من بعد غادي نشوفوا شنو هما الموردين اللي غادي نحتاجو، الموردين ديال المنتجات الرقميه، حيت هاد المنتجات الرقميه حتى هما كيتشراو. نورمالمون كاين اللي غادي يكون هنايا عنده موردين ديالو، حنا غادي نوريو الموردين اللي كاينين باثمنه اللي رخيصه بزاف، اللي غادي تخلي لك واحد الهامش ربحي اللي هو كبير. اذا بالنسبه للدوره هادشي اللي غادي نكون فيها، نتمنى ان التقديم ديال هاد محاور الدوره يكون باين، وتفهموا شنو غادي تشوفوا في الدوره كامله ان شاء الله. وخاصكم تعرفوا على ان كل بارتي في هاد الدوره غادي تكون فيها بزاف ديال لي بارتي صغار، غادي تشرح مثلا ناخذ على سبيل المثال البحث على المنتجات الرقميه، راه غادي يكون فيها بزاف ديال لي بارتي. كيفيه تفادي الفيرو ريبورت هي غادي يكون فيها جوج ديال لي بارتي، غنشرحوا الفيرو وغنشرحوا الريبورت. اذا هادو لي بارتي الكبار، وغادي يكون في الدوره ان شاء الله دي بارتي صغار مشروحين ديتاي. اذا نتمنى ان تقديم محاور الدوره يكون مفهوم، وان شاء الله نشوفكم في هاد لا فيديو اللي غادي تكون تابعه هادي، واللي غادي تكون اول فيديو اللي هي تعريف منصه اي باي. اذا السلام عليكم، نشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله.